بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا. واستكمالا لخمس دقائق جلدية النهاردة ندي محاضرة بسيطة خالص، وطلب مني بعض المرضى ان انا اتكلم باسلوب ابسط شوية، فحاول اوصل للكل الاطباء ومرضانا لعل الاستفادة تبقى كبيرة ان شاء الله. ده ابدا اقول بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ونقول الارتكاريا، موضوع سخيف جدا جدا جدا، ومريض الارتكاريا مريض مسكين. وتعال نشوف بقى ايه الحلول والارتكاريا وايه الجديد. الارتكاريا مرض سخيف، بنقسمه ل اكيوت ارتكاريا، ارتكاريا حاده، كرونيك سبونتينيوس او كرونيك ايديوباثيك ارتكاريا اللي هي ارتكاريا المزمنه المجهوله المصدر، وفيزيكال ارتكاريا اللي هو ارتكاريا او حساسيه ريليتد لحاجه معينه زي هيت ارتكاريا، سن ارتكاريا، بريشر ارتكاريا، ديرموغرافيزم. وده برضو نوع هنتكلم عليه ببساطة جديدة ان شاء الله. طبعا الاكيوت ارتكاريا انا بقول الارتكاريا الحادة هي ارتكاريا بتقعد اقل من 6 اسابيع، وتقريبا تقريبا تقريبا مفيش حد في الدنيا ما جالوش اتاك اوف اكيوت ارتكاريا. مفيش. ارتكاريا هو عبارة عن شوية طفح جلدي بيهرش جامد جدا على الجسم، ممكن يتصاحب مع تورم في العين او في الشفايف او في الجهاز التناسلي اللي هو الانجي اديما. فاحنا دايما بنقول الارتكاريا البرايمري ليجن بتاعها هو الويل، والويل زي ما بنقول دايما افينيسنت نور احمد باشا، افينيسنت يعني ترانزيانت اريثيميتس اليفيشن في الجلد ديو تو ديرمال ايديما. الشيب بتاعه فاريبل، السايز فاريبل، يقعد اورز مينتس دايز 6 ويكس يبقى اكيوت ارتكاريا، طول عن 6 ويكس دخلنا في الموضوع السخيف جدا اللي هو الكرونيك ايديوباثيك او الكرونيك سبونتينيوس ارتكاريا. طيب اكيوت ارتكاريا موضوع بسيط، احنا في الارتكاريا الحاده بنتعامل بعنف شويه، بندي كورتيزون بجرعات، هو جرعة الكورتيزون دايما من نص لواحد ملي جرام بر كيلو جرام بدي ويت، يعني احنا بنحاول ندي 1 ملي جرام بر كيلو جرام بدي ويت لمدة 2 اسابيع. وممكن ندي حقنة ديبروفوس، بيتافوس، كيناكورت، حاجة كده ايه كبيز، ونخلي العيان يمتنع تماما عن مهيجات الحساسية. انتوا النورين، نمنع مهيجات الحساسية خالص، الموز وفراولة وسمك الشوكولاتة. ومن الحاجات المهمة اللي احنا ندور عليها في حياة الاكيوت ارتكاريا بنعمل الاي جي اي تيست، توتال اي جي اي، ونشوف الستول اناليسيس، تحليل البراز مهم جدا، والهيليكوباكتر بايلوري انتيجين في الستول او في البريث تيست، فبندور عليها. والله طلع فيه بارازايت في البراز بنعالجه، طلع فيه جرثومة المعدة بنعالجها، اذروايز بندي بقى لا اما الاسترويد لوحده لا اما الاسترويد مع السنجولير مي هيلب، بس السنجولير يعني حاجات الجميله واللطيفه واللي ممكن يساعدنا في بعض الحالات. في الاكيوت ارتكاريا مرات بقى لما العيان يبقى في حاله امرجنسي ممكن نعلق له محلول، وبنعملها مثلا مره كل 3 ايام او مره كل اسبوع محلول، نحط له عليه الافيل ونحط عليه الاسترويد الدكساميثازون، وممكن نحط له كالسيوم جلوكونيت او كالسيوم كلورايد كحاجه ستابلايزر، ممكن كميه قليله عشان كده بندي محلول ببطء شديد. اخر 100 مللي في المحلول بنحب ندي حاجه زي اللازكس، اخر 100 مللي لما يخلص محلول 100 مللي بندي لازكس. والعين طبعا بنقول انك هتخش الحمام كتير بعد كده، وده طبعا بلس السيستميك استرويد، ممكن ندي سيستميك ازا سيبرين في بعض الحالات الشديده، ممكن ندي
ميزوتريكسيت في بعض الحالات الشديدة. المهم الأكيوت أرتكاريا أنا عايزها تخلص وزن ويكس، عشان لو عدت الـ6 ويكس كده هندخل على المشكلة العويصة الكرونيك سبونتينيوس أو الكرونيك هيباثيك أرتكاريا. طيب جال لك العيان بقى المسكين قوي اللي عنده الأرتكاريا المزمنة العنيفة جدا الرخمة جدا، رخمة رخمة يعني، هنتعامل معاه ازاي؟ هاجي اقول لك الكتاب بيقول ايه. الكتاب بيقول لك بنبدأ معاه بنوع واحد من الانتي هيستامين، حاجة مثلا زي الكلاريتين، حاجة زي التلفاست، حاجة زي الهستازين 1، حاجة زي الالرجو ليبر، وببدأ اعلى بيها اب تو 4 تقراص في اليوم. يعني الكتاب بيقول لك ايه، حاول لما تدي الانتي هيستامين في الارتكاريا المزمنة زود من نفس النوع اب تو 4 تقراص خلال 4 اسابيع. لو العيان اتحسن يبقى زي الفل، ما تحسنش هنشفت. الكتاب بيقول لك ايه، كتاب عنيف شويه وغالي شويه، يقول لك بتشفت دي الصاحق المحق الذي لا يصد ولا يرد، الزولير. طبعا ده دواء بيشتغل ك سبيسيفيك انتي اي جي اي، وهقول لكم الجديد بتاعه فيه ايه. قال لك بقى لو الزولير خلال 3 شهور ما اشتغلش يبقى مش هيشتغل. لو خلال 3 شهور ما اشتغلش، هو غالبا بيشتغل في 80% واكتر من 80% ونتائجه فوق الوصف. لو ما اشتغلش خلال 3 شهور يبقى مش هيشتغل. ونشفت لي الصاحق الباحق الذي لا يصد ولا يرد، حبيبي جدا السايكلوسبورون اللي هو النيورال بجرعه من 2.5 ل5 مللي جرام بيركروجرام بادي ويت. النيورال ما بيخيبش خالص، وهقول لكم هناخده ازاي. طيب تعال نرجع واحده واحده بقى ونشوف الكرونيك سبونتينيوس ارتكاريا والعيان المسكين اللي جاي لك وعنده ارتكاريا وتعبان جدا جدا وما بينامش، بتيجي عليه بالليل كل بتيجي ما كلش بتيجي، خلي بالك معايا بقى، كل بتزيد عليه ما كلش بتزيد عليه. طبعا بنقعد قدام العيان بنقول له يا عيان احنا قدامنا كذا اوبشن، بس الكتاب بيقول ايه اللي انا بقوله ده، بندي الانتي هيستامينك بنزود اب تو 4 تقراص في اليوم، ما استجابش بنشفت على طول للزولير، ده الكتاب بيقول كده، ما استجابش نخش على الساحق الماحق اللي هو سايكلو سبورن وغالبا هيستجيب. طيب ده الكتاب بيقول. عندك اذر اوبشنز؟ عندنا اوبشنز ثانيه. طيب واعرف ازاي ان العيان بيستجيب او العيان ما بيستجيبش؟ يعني قول لي بقى كده، العيان بيستجيب اعرف ازاي او العيان ما بيستجيبش؟ طيب في عندنا بجيب على ظهر الروشته بتاعت العيان وبكتب عليها كده اليوم او التاريخ الحساسيه والملاحظات. خلي بالك معايا في حاجه اسمها ارتكاريا كنترول تيست والارتكاريا 7 دايز ايفالويشن، ده اللي هو اللي بسميه اسيسمنت. انا بيجي لي العيان ارتكاريا جالي النهارده، طيب كتبت له علاج، هقول له تعالى لي بعد اسبوعين هعرف ازاي انه اتحسن، تعالى نشوف بقى. فبكتب له على ظهره الارتكاريا ده ظهره الشتة اليوم الارتكاريا والملاحظات. واحد اليوم الارتكاريا، طب هقول له يا عيان هنعمل ايه؟ انت هتقيم نفسك يوميا، انت هتقيم نفسك يوميا وتقول لي تقييمك للارتكاريا ايه؟ لو زيرو ما حصلش حاجه النهارده هتكتب لي زيرو. طيب لو جالك ارتكاريا الويل حبوب الارتكاريا اقل من 20 هتكتب لي 1. اليوم ده يبقى مثلا يوم 1-1، النهارده الارتكاريا جات لي 13 حبايه يبقى ده 1. ايه اللي حصل النهارده؟ النهارده كنا بننفض في البيت في تراب. طيب تاني يوم 2-1 الارتكاريا لو من 20 ل 50، لو من 20 ل 50 حط لي 2 واكتب لي ملاحظات. النهارده كان موز، النهارده كان فراولة، كان سمك، كان حوادق، اتخنقنا. طب لو الارتكاريا اكتر من 50 ويل في الجسم يبقى دي بنسميها او نديها سكور 3. ليه بيعمل العيان ده كده؟ انا بيجي لي بقى بعد شهر بعمل ايفالويشن،
بعمل ايفاليويشن، بقول له يا عيان وريني كده عملت ايه. اه انا مديك علاج لمده شهر، وخلال الشهر ده انا شايف ان الارتكاريا سكور 7 ده اللي انت بحكم عليك اسبوعيا يوميا انت بتتحسن. ما دام بتتحسن على مثلا الانتي هيستامينك قرصين في اليوم، انت كده كنترول، خليك على العلاج. طيب لو جالي العيان بعد اسبوعين وانا بديله قرصين انتي هيستامين هيستازين مثلا والعيان ما تحسنش، قول لا انت ما تحسنتش. طيب انا كده هزود معاك بقى، هناخد قرصين على القرصين، وتجيلي بعد اسبوعين ويجي بعمل الاسسمنت اشوف معايا. وانا بعمل الاسسمنت بقول له على فكره انت عندك هنا ايام ما اكلت الموز كان بيحصل لك حساسيه جامده جدا جدا، فالموز ده ممنوع منعا بات، الشوكولاته ممنوع. ده الاسسمنت تول اللي انا بعملها مع العيان. فشلنا في الانتي هيستامين تو كنترول السيمتومز، اخش بقى على مين؟ الزولير، الايماليزوماب وزو يعني هيومنايز ماب المونوكلونال انتي بودي. مونوكلونال انتي بودي هيومنايز مونوكلونال انتي بودي هو الساحق الماحق دلوقتي والسلاح الرائع في علاج الارتكالي او كرونيك ديباسيك ارتكالي. مشكلته سعره غالي، يعني احنا بناخد حقنتين 150 ملي جرام، واحده يمين وواحده شمال سبكوتينس والديرتايد اريا، مره كل شهر لمده 6 شهور واقيم الحال. لو بعد 3 شهور العيان اتحسن قوي بكمل الست شهور هيتحسن قوي، لو بعد 3 شهور العيان ما استجبش مش هيستجيب، تمام وقف شفت بقى. طيب الايماليزوماب الزولير ده حته طبيه بقى بيشتغل ازاي؟ بص معايا يا رب تفهمه. هو هيومنايزد مونوكلونال انتي بودي ايمالي زو زد يو، يعني هيومنايزد ماب مونوكلونال انتي بودي، بيشتغل كسبيسيفيك انتي اي جي اي، واحنا كلنا عارفين ان الارتكاريا ده كلام بقى للدكاتره سبيسيفيك قوي. الارتكاريا is type 1 hypersensitivity reaction immune IG immune اللي هو IgE mediated. يعني ايه؟ ادي الماست سيلو، النهارده مش جايب لابتوب، ادي الاي جي اي، ادي سوري الماست سيل مسك عليها الاي جي اي اللي عامله زي حرف الواي. الاي جي اي اللي عامله زي حرف الواي دي ليها تو بايندينج سايد، ادي من فوق بتمسك في الفاب فراجمنت انتيجينيك بايندينج، وتحت حاجه اسمها الاف سي اللي هو فراجمنت كريستالايزو. فالاي جي اي خلي بالك معايا عامله زي حرف الواي كده، هنا بتمسك في انتيجين، تحت بتمسك في حبيبها. في الارتكاريا الاي جي اي بتمسك في المسل، فلما بتمسك في المسل مستنيه بقى الاكسبوجر تو انتيجين عشان تفرقعها. يعني اللي جاب الاي جي خلي بالك معايا الاي جي على الحرف شكل حرف الواي ليها تو بايندينج سايد، من فوق حاجه اسمها فراجمنت انتيجينيك بايندينج تمسك الانتيجين، ومن تحت حاجه اسمها اف سي فراجمنت كريستالايزابل. فلما سي بس هيجي لي ارتكاريا من السمك مثلا، ادي المصل مسك عليها الاي جي اي بتمسك من الاف سي بورشن. حلو فاهميني يا جماعه؟ الزولير بيعمل ايه؟ بيمسك على الاف سي الريسبتور اللي موجوده في المسل، فيمنع الاي جي اي ان يمسك فيها، عشان كده سبيسيفيك انتي اي جي اي. ده مش كده بس، اكتشفنا يا جماعه ان الارتكاريا مش تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي بس اي جي اي ميديت، لا ده تايب 1 وتايب 2. تايب 2 ايوه، الاي جي جي الاي جي جي ممكن تطلع الاي جي جي وتضرب في الاف سي ريسبتور او في الاي جي اي اللي ماسك على المصل. للدكاتره فقط، نقول تاني، يبقى ادي المصل عليها ريسبتور اسمه اف سي ابسلون اي ار ريسبتور، اف سي ريسبتور وخلاص. اسمه ايه؟ ادي المصل عليها ريسبتور اسمه FC اللي موجوده في رجل الاي جي اي FC ابسلون اي ار ريسبتور.
يجي الاي جي اي يمسك عليها، وممكن الاي جي جي تحاربها او تحارب الاي جي اي اللي عليها. فالزولير الايميلوزيماب الساحق الماحق الذي لا يصد ولا يرد، الحل النهائي للكرونيك سبونتينس او الديوباثيك ارتكاريا، مش حلاوته ايه؟ بيأكيوباي الاف سي ريسبتور ده، ما يخليش الاي جي اي يمسك عليها ولا الاي جي يقرب منها. هيفضل الافكاسي بتاعته فتره طويله. علشان كده احنا بنقول الزولير الكلام الجديد يا جماعه بيتاخد حقنتين 150 ملي جرام و150 يعني 300 في الشهر لمده 3 شهور. العيان استجاب يبقى هيستجيب، ما استجابش مش هيستجيب. طب استجاب كمل الست شهور. طب بعد الست شهور بنعمل ايه؟ والله الدنيا بقت كنترول، خلاص مش كنترول بنزود ست شهور، مش كنترول بنزود ست شهور. الكلام الاخير بقى اتس بايولوجيك، ممكن اخده على طول. بس ان شاء الله ان شاء الله في عينين كتير جدا جدا بطمنكم يعني خدوا الزولير ست شهور، كورس تاني كورس تالت، والموضوع عندهم اختفى. على فكرة الكرونيك سبونتينيس ارتكاريا بتخلص، يعني ممكن تصحى من النوم كده أسامة تصحى ما تلاقيش عندك اي الارتكاريا دي خالص بعون الله. ممكن تقعد شهر اتنين تلاتة، سنة اتنين تلاتة، بس هتخلص، هتخلص بالعلاج، هتخلص من غير علاج بعون الله هتخلص. طيب ايه رأيك بقى في السايكلوسبورون النيورال؟ لا ده الساحق المحق الذي لا يصد ولا يرد. وعلى فكره في حالات كتيره جدا ما بيقدرش العيان يشتري الزولير، بنخش على النيورال. النيورال ما بيخيبش معايا خالص، النيورال ما بيخيبش معايا خالص. بندي النيورال ازاي؟ من 2.5 ل 5 مللي جرام بير كيلوجرام باد ويت، بس بروفايدد ان العيان يبقى ضغطه مظبوط، الكلى بتاعته سليمه بنعمل له فولو اب، واليوريك اسيد سليم، ونقول له طول فتره النيورال ما تاخدش حوادق كتير وتكر يا عيان والدنيا هتبقى زي الفل. بندي زي مثلا 3 كبسولات في اليوم لمده شهر مع الانتيستاميني، ان شاء الله بعد شهر هيتحسن جدا. طيب هل نعمل وذدرول للنيورال؟ في ناس تقول لك لا بيتعمل وذدرول للنيورال وبعد كده يبقى كبسولتين في اليوم لمده شهرين، العيان بيتحسن. بعد كده كبسوله في اليوم مده شهرين والعيان بيتحسن مع الانتي هيستامين. يبقى احنا دايما بنقول النيورال مع انتي هيستامين، الزولير مع الانتي هيستامين، وتذكر يا عيان ان العيان ان الزولير ده من الحاجات الجميله جدا الرائعه جدا، بس ما يتاخدش لوحده، لازم مع انتي هيستامين. تذكر يا عيان النيورال، النيورال ما بتاخدش لوحده، لازم مع الانتي هيستامين. تذكر يا عيان ما تطمنش قوي، الله يبارك لك، ولازم يا حمودة تعمل ايه؟ تكير من الالرجين، من مهيجات الحساسية عندك، اللي هي طبعا بنعملها بالتوتال وسبيسيفيك اي جي اي تيست، وبتنجح في حالات مش قليلة، يعني في حالات مش قليلة ببقى عارف انا عندي حساسية من ايه. وطبعا بنستغرب جدا ان مثلا مرة يطلع عندك عين عنده حساسية من حاجات غريبة جدا جدا، من الطماطم، من الزيت، من الحاجات غريبة جدا جدا مش على البال. فطبعا تكر من الحاجات الجميلة جدا والإفكتيف جدا يا دعاء، ان احنا ممكن نستخدم الامصال. الامصال بعمل بيها دي سنسيتايزيشن، طبعا موضوع جميل ولطيف وممكن يبقى إفكتيف، بس نفسك بقى يبقى طويل، بقى نفسك يبقى طويل. احنا بنعرف انت عندك الرجي من ايه، ولازم تعمل تحليل كويس قوي ودقيق جدا جدا في معامل محترمه عشان اعرف انت عندك حساسيه من ايه، ونعمل لك او نجيب لك، مش نعمل لك، نجيب لك الامصال سبيسيفيك. مثلا عنده حساسيه من الفراوله ومن الموز ومن الشوكولاته ومن 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 ومن، بنجيب له الامصال دي. يا اما بتتاخد زي انجكشن والعين بيحقن نفسه، او بتتاخد اورال مرتين في الاسبوع، بنوصل لغايه سنه ونص. لو في إمكانية إن احنا ناخد الزولير هو رقم واحد، والكتاب بيقول كده، لو ما كانش يبقى ناخد السايكلوسبورن والكتاب بيقول كده، وممكن نعمل أمصال والكتاب بيقول كده.
طب على الجانب بقى، على الجانب ومكتوب عشان ما تقولوش ايه، ربنا يخليك يا دكتور احمد، على الجانب بقى كده بنقول في حاجه تراديشنال كده بتتعمل، والله انا كنت بعملها دكتور محمد حموده وحبيبي بيقول لي انا خدت الامصال عفت معايا من فضول السحر، ربنا يشفيك ويعافيك دايما يا رب. الحاجات الجميله بقى يا ابو حميد، وانت عارف ان انا جربتها قبل كده وعملت نتائج مع كتير من عياميني، اللي هي حقن الدم، وموجوده على فكره ومكتوبه بتطور عليها، الانجكشن اوف سيلف بلاد، ولا بلازما ولا بي ار بي ولا سيرم ولا حاجه، احنا بناخد دم العيان 10 سنتي وبنحقنه انترا ماسكولر مره كل اسبوع لمده 15 اسبوع. ات مي هيلب. في رجيم تاني بيقول لك ندي 3 سنتي 3 مرات في الاسبوع لمده 10 اسابيع، 3 سنتي 3 مرات، مزعجه جدا جدا طبعا. اي حد من المثبطين او المثبطين يقول لك ده يعمل خراج، يعمل هيماتوما، طبعا الكلام ده كله ما بيحصلش، واحنا طول ما احنا عايشين نشوف ايه الناس المنتقدين واللي بتريق على اي فكره يعني. عموما ات مي هيلب، وليها فكر وليها تفسير، مش وقته بقى النهارده. ارجو ان تكون المحاضره النهارده عجبتكم، النهارده حاولت كده اجيبها جزء للعامه حبيبه وسام، جزء للعامه وجزء للمرضى يعني، وجزء للاطباء، ويا رب تكون الفكره وصلت. واسالكم الدعاء، كل سنه وانتم طيبين، وندعي كلنا لاهلنا في غزه ان شاء الله ربنا يكرمهم وينصرهم باذن الله تعالى. كل سنه وانتم طيبين. بكره بقى موضوع جديد لانج وتحفه قوي، وانتظروني، وخمس دقايق جلديه. كل سنه وانتم طيبين، تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.